ندى وبدرية النهاردة رايقين جدا وعاملين دوشة جامدة قبل ما يدخلوا الحلقة. سيبنا وقال راجع على جيش وهو من يومها لما بقابله وبعيد عينه ما لما بقابله عينك عينه ما نزلهاش حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بيقولهاش اللي في حبه لكوا بقى. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسنا. وللاسف وقع في قرابيزي النهارده الحلقه دي اللي هقدمها، مع اني مش مفروض اقدمها لان استاذه ندى بقت تفتكس وناويه تشتغل في الاعداد وقررت انها تختار توبيك وكمان يعملوه. فقرعتي وقع فيها التوبيك الجميل اللطيف الظريف او دمه خفيف. دي حاجه هتخلي اجرك ايه على الفتره الجايه؟ اجري انا عشان هقدم توبيك بتاعك انت. ايوه انتي مهم موضوعنا النهارده بتاع شأني، ماذا يحدث لو اتلغى الكذب من العالم؟ نمنا قمنا لقينا مفيش حاجة اسمها كذب، مفيش حد يعرف يكذب، مفيش حد فاكر الكذب، مفيش حاجة اسمها كذب. هيحصل ايه في الدنيا دي؟ تبقى المدينة الفاضلة اعتقد. ده مش هيحصل، بس ده سؤال افتراضي بما انك انت افترضتي. انت نفسك الكذب يتلغي من العالم؟ هو يعني بصراحة ليه؟ علشان ايه؟ هتتعكي جامد هتتعكي جامد لو صحينا الصبح لقينا مفيش كذب في الدنيا، هتكذبي على مامتك ازاي؟ عادي، ما في المصايب البلاوي اللي بتعمليها اللي انا عارفاها. بنتي خسيتي. تخيل كده، يعني لو انت اتلغى الكذب من الدنيا وصحيت الصبح لقيت نفسك بتقول بمنتهى الامانه والحقيقه والصراحه احساسك لمراتك عن حماتك وعن زياره حماتك الميمونه الاسبوعيه اللي بتيجي تتغدى فيها عندك وتاكل الملوخيه، والبيت اللي بيقوم حريقه بعد ما الست الوالده بتمشي، ورقبه مراتك اللي بتمسك فيها وتفاحه قدم بتاعتك اللي مراتك بتمسك. يعني لو قلت لمراتك بقى قد ايه انا بكره حماتي وقد ايه امك دي ست نكديه وست حشرية. بوز اخس وست حشريه وست بتعمل مشاكل وست قرف تخيل العلاقه دي بينك وبين مراتك ممكن تبقى عامله ازاي. اولا مش هيبقى في علاقه، يعني هي علاقه غالبا هتنتهي في اللحظه دي وهتنتهي بخراب شامل كامل ودمار تام لحياتك ومستقبلك. فدي حاجه برضو نحب نقول فيها ان الكذب مهم جدا. تعالى بقى وانت داخل البيت كده ضربت المفتاح في الباب وبتفتح لقيت قدامك شعر شنيو واقف كده ورايح كده ومن الجناب كده وكده، رسمة حواجبها رسمة شيطانية عينيها، وتقول لها ايه يا حبيبتي ايه اللي انت عاملة في نفسك ده؟ هو انت بتعملي فقرة مهرج في السيرك ولا راحه تصوري فوتو سيشن عفريتي؟ يعني انت راحه تعملي ايه بالظبط؟ استحاله لسانك يعني هيقرر او يهود ناحيتها، فلازم هنا الكذب طبعا. صح. حبيبتي ايه قمر دايما بتفاجئيني يا روحي بمفاجآت جميله زيك. ايه حواجب الثمانيه دي؟ موضه طلعت موضه. او مثلا تبقى مثلا يعني استحاله تبقى ليلتك سودة وقضيت على علاقتكم بالوقت المبكر، لو فكرت ان انت في يوم من الايام تقول لمراتك الحقيقه او رايك الحقيقي، خصوصا لو انتوا لسه متجوزين جديد، رايك الحقيقي في صينيه البطاطس بتاعتها اللي ما تتاكلش، اللي هو
يا حبيبتي ايه القرف ده؟ مش معقولة، حاجة مقززة يعني بجد. انا مش بجاملك، ده انتي بنتي يعني بجد، حاجة ما تطبخيش تاني من فضلك، عشان هي كانت جوازة ما يعلم بلا ربنا، ومن الاخر انتوا طمعانين فيا تمام، وانا اللي ايه من الاخر طالق ونخلص. اه عشان دي حاجة جوايا نفسي اقولها لك من زمان بهدوء كده. ده مفيش بيوت هتعمر يعني، ده احنا هنبقى خراب فظيع. طب يلا بينا نطلع نشوف تقرير الخطيب مع الناس في الشارع ونرجع تاني. انزلي انزلي انزلي. انت بتكذب جدا. قولي هيحصل ايه في حياتنا لو الحياه دي كلها الكذب راح منها وخلاص بقينا كلنا بنقول الصدق؟ يحصل ايه؟ مفقش نعيش ازاي يعني؟ هيحصل كل خير طبعا. شكلك كذاب. كله بيكذب. اصل احنا عندنا نوعين في الكذب، دايما نقول في كذب ابيض دي بس بنجامل المجاملات وكده. تخيل لو المجاملات دي مش موجوده، واحده صاحبتك بتسالك مثلا ايه رايك في التيشيرت الجديد ولا الفستان الجديد، وانت قلت لها ايه القرف اللي انت لابساه ده؟ لا اكون بكذب ولا اكون بجرح اللي قدامي. خلاص يعني احنا مش هنكذب، بس المفروض نتربى شويه. لو مفيش كذب، هل انت هتحاول تكذب بقى، تحاول تخترع الكذب؟ لازم طبعا. شيطان يا شيخ. تعرف ان ماما وبابا بيزعلوا لما تكذب؟ مش هتكذب مثلا على مامتك الله ده انت قمر النهارده؟ لا قمر ليه؟ ما هي عارفه، لو قمر عارفه، لو مش عارفه. ما انت عارفه يا حبيبتي، ما تسالينيش. ما دي السؤال ما يتسالش. ايه الاكل مش عاجبك يا حبيبي؟ ابقى خش اطبخ انت. لا لا تخش اغسل المواعين بقى، تمسح ارض، انت فاهم؟ هتلم الحاجات دي كلها. مش لازم تقولي ايه القرف ده، ممكن تقولي مثلا مش حلو يعني. هتبقي بتكذبي برضه؟ ما احنا هنلغي الكذب. الكلام ده ازاي عصام؟ ايه بقى؟ قولي هيحصل ايه في حياتنا لو حياتنا ما فيهاش كذب؟ مش هنعرف نعيش. هتفضح. هتتفضح صح؟ ايه تاني غير الفضيحه؟ والله الدنيا هتبقى احلى. شفت يا ريت والله يبقى ما فيش كذب والله يعني. عبد الحليم بيتكلم. انا لو قلت لك الصراحه انت لطيف قوي، بس ده انك مش مسرحه هتزعل قوي. لكن لو قلت لك ايه ده التركي جديد، انت شيك قوي، عارف الجو ده، هتنبسط قوي. بتكذب والناس عارفه ان انت بتكذب، بس هتخش قلب الناس بعربيه سباق. احنا نقدر نعيش من غير كذب؟ ما انا بقول لك بقى ممكن ده يحصل. تخيلي كده مثلا يومك من غير كذب، ان انت ولا بتكذبي ولا حد بيكذب عليك. هنبقى في الجنه. اصحابي اللي هم المعفنين دولت اللي بيحوروا عليا وكده هيبقوا سالكين هيبداوا يسلكوا. يسلكوا بقى، مش هنعرف نعيش. ليه؟ ما انت لو ما كذبتش على صاحبتك او مراتك او خطيبتك مش هتعرف تعيش. ما احنا الكذب ده بينجي، فاهم؟ فانت الكذب بينجي. انت النهارده بتكذب كل شويه. الكذب اللي بينجي. طبعا. مش السد. لا طبعا. والكذب طلع ليه رجلين باين في الاخر. يا عم كده السد ايه اصلا؟ مفيش سد. مفيش اصلا يعني. طب انت ايه رايك في شكلي؟ والله ما شاء الله كويس. بص شوف، يبقى انت كذبت اول كذبه اهي. لازم تكون داخل الدخله على مراتك. ايه الحلاوه دي؟ بص، اول ما تلاقي مراتك داخله عليك وعامله خناقه، ايه ده؟ اكل في الكون خالص. انت خسيتي ليه يا حبيبتي؟ هتلاقي راحت في سكه ثانيه خالص. امال ايه؟ حبيتك. امال ايه؟ اليوم بقى لطيف، تلاقي العصافير نازله، قلوب وورود، حاجات كده يعني. ساده يا كذاب. معظم الناس في التقرير شايفين ان الكذب بينجي، وان الكذب ده يعني من غيره الحياه تقف وما تمشيش. وفي فعلا يعني ساعات بعض الاحيان الواحد لازم يعترف انه الكذب ساعات بيخرجه من المواقف. بس يعني انا عندي وجهه نظر هقولها في الاخر بقى لما نيجي نختم. تعالوا نطلع نشوف سؤال الجمهور ونرجع تاني. كذبتي قبل كده واتقفشتي؟ طب يا ترى ايه هي الكذب؟ بما يرضي الله. احنا كان لازم نكذب على فكره احنا صغيرين يعني في حاجات كتير عملناها من وراء اهالينا مش بنقول ان هي يعني كان صح، بس ما كناش هنعملها لو ما كناش كذبنا. يعني ما كناش الادفنتشر برضو، عنصر المغامره. لا انا افتكرت كذبه عظيمه جدا بدفع يعني فاتورتها لحد دلوقتي كل ما البس الجزمه دي. يعني دي؟ لا مش دي، واحده ثانيه كده، هاي هيلز. شخص ما كلمني وهو بره مصر، عايز اجيب لك في عيد ميلادك. قلت له هات لي جزمه مقاسي كام؟ ايه الهدايا الرومانسيه؟ اصبري بقى، بصي الافيه. الهدايا رومانسيه جدا. مقاس رجلك كام؟ قلت له يعني مش عايزه اقول، بس الحقيقه انا بلبس يعني بلبسي كتير. قلت له بصي يعني بصي بيبي، هاتها 39 عشان يبقى في الامان يعني كده كده. ايه انا بلبس 38 37 حتى 39 عشان لو واسعه عادي تتدبر، وانا بلبس 41. ياه. فخدت الجزمه دي والافيه انه ان عايز اشوفك لابساها بقى؟ الليله اللي خرجتي فيها يا لهوي يا لهوي، انا متهيألي ما استحملتش مكانها، وقعت تحت. لا انا كنت ماشيه، انا كنت ماشيه، عارفه اللي هو ساندني، عارفه سميحه العرجه كده، هو الشامل مالك؟ ولا مفيش ضهري، انا شافت ما زعقت ولا ايه؟ نزلتي فيكي حاجه خالص؟ بس لا تعملوا انا في حاجات يعني. وطبعا قاعدين في الكافيه، انا قلعت الجزمه عايزه اخش الحمام، فقلت له انت مش تخش الحمام؟ عايزه البس الجزمه عشان اخش الحمام.
لا قلت له طب ما تجيب لي مناديل من بره، هات لي كارت شحن، هات لي اي حاجه يعني. خرج رحت لا والرجل بتورم بقى كمان. يا لهوي بقول لك يا بنتي انا 41 لابسه 39 دخلتي فيها ازاي؟ الجسم تبدا من القدمين. يا لهوي وانت قضيتي على القدمين يا نادر. يا خرول فكرني بص نقحت عليا نطلع فاصل لغايه ما احطها في ميه بملح وارجع تاني. استنوني. احمد عز ولا احمد السقا ولا اسر ياسين ما فيهوش كرش. انت حامل في 9 شهور يا حبيبي. يا حمار يا سكيبة فلوس يلعن ابو اليوم اللي حطك مش عارفة فين. تعالوا بقى نشوف العكس. انت بقى بتخش على الست مراتك بتلاقيها منكوشة ومهروشة ومهبوشة بتواجهها. طب هي بقى لو خدتك من ايدك كده قالت لك الله بص صورة أحمد عز ولا أحمد السقا ولا أسر ياسين ما فيهوش كرش أنت حامل في 9 شهور يا حبيبي. بص الشعور أنت أقرع. بص الشفايف ده أنت حزبيس. بص القوام يلا يا نحيف. بص مش عارف إيه وانت هتاخدها من ايدها كده على بيت اهلها مش هتقبل ابدا المقارنه بيت اهلها. لكن لو هو بقى بيخاف منها والله انا كنت زيه كده بس الزمن بقى وعوامل التعريه. لو رحنا للشغل كلنا عارفين ان احنا في بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نتملق وننافق يعني حبه صغيرين مديرنا. يعني مش ممكن انا مديري يبقى مش نازلي من زوره مش طايقاه وبعدين ابص له اقول له انا مش طايقاك او انت مش نازلي من زوره او انا ما ببلعكش او انت دمك تقيل على قلبي. دايما لما بقابله وبقعد معاه بحاول ابقى لطيفه وظريفه واسمعه واهتم بكلامه. فتخيلوا بقى ان انا بدل ما طول الوقت بقول له مديري والله حضرتك راجل عبقري والله حضرتك الانسان المناسب في المكان المناسب، تخيلوا بقى اخش اقول له يا حمار يا سكيبة فلوس يلعن ابو اليوم اللي حطك مش عارفه فين. اعمل ايه ساعتها؟ هتخشي الجنه لانك قلتي الحقيقه. اعمل ايه ساعتها؟ اتشرد؟ لا ما هو مش شرط تقولي له انت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ابعد عنه طالما هو مش عاجبني ما اريح دماغي. لا ما هو انت ما هو بالظبط هو هنا عايزين نقول انه مش شرط ان انا ما اكذبش ان انا ابقى دبش. انا ممكن ما اكذبش واقول الحقيقه بس اقولها مجمله. يعني مش شرط التوبك اللي انت كاتباه ده غلط. اللي انا عايزه افهمه لك هعرفك حالا انه صح غلط لانه لو ما اتوجدش الكذب في العالم مش معنى كده ان انا بقليل الادب وقليل الذوق. اوحش نتيجه للكذب في رايي لا يعني الكذب ممكن يتطور لغايه ما يخرب بيوت لغايه ما يودي السجن لغايه ما يعني انت ممكن تكذب كذبه صغيره وتبص لقيها بتتطور تتطور تتطور ومش عارف تخرج منها ومش عارف تداري عليها فتكذب كذبه تانية وكذبه ثالثه وكذبه رابعه لغايه ما تلاقي نفسك يا اما دمرت بيت خربت عيله يا اما يعني لا يعني مساوئ الكذب ملهاش سقف. يعني حالا هثبت لك انه حقيقي. ماذا لو في شغلك مفيش كذب؟ يجي مثلا المدير الصبح اتاخرت ليه يا ابني؟ يعني ما جيتش في ميعادك ليه؟ يقول لك معلش والله يا استاذ حنتوسو اصل انا كان في فيلم اسمه انت بتضحكيني بالفيلم ده ما انا مستنيه اشوف الافيه يعني حنتوسو عامل يا بنتي يعني ببص لك بلاقيكي عامله كده فلات بموت. طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه يعني؟ مش لعبيني كده وانا بتكلم ما بعرفش يا حنتوسو حنتوسو لحاله سأله ده حاجه جامده خالص. لا بس اتاخرت ليه يا حبيبي النهارده؟ اصل انا كنت بتفرج امبارح على فيلم والفيلم كان لطيف بصراحه وسهرت. او ما سلمتش ليه الريبورتات المطلوبه منك؟ ما سلمتش ليه الموضوعات المطلوبه منك بما انك حد اعداد وكده؟ واخد بالك يا حسن يا فوزي؟ واخد بالك؟ والله اصل يعني بصراحه انا قرفان منكم وقرفان من الشغل وقرفان من البرنامج وقرفان من البروديوسر ومن المذيعات ومنفسينات وبينفسونوا على بعض وبينفسونوا على كل الناس اللي فبصراحه بقى بصراحه شغلكم ما يهمنيش والحمد لله. ففعلا المفروض الاعداد يشكر ربنا ان يشكر ربنا قال يشكر المجتمع ان في كده. انا بصي انا عايزه بس اقول برضو حاجه بقولها في كل توبيك بيتكلم عن الكذب. احنا
كلنا، لان في ناس تقولك انا ما بحبش الكذب، بصي بتكذب كده، انا عمري ما اكذب. كلنا كدابين، كلنا بنكذب، بس الكذب اللي يضر هو ده الغلط. صح. لكن انت من حقك تكذبي لان انت مش حابه حد يعرف عنك حاجه، يعني الكذب اللي ما يضرش اللي قدامك، الكذب اللي خاص بالخصوصيه. انا حره اكذب، انا انت مالك بيا، انا كذابه، طالما ما ضرتكش مالكش دعوه بيا. لكن في بقى كذب يودي في داهيه، فعلا في كذب يسجن، بيوصل للسجن الشهادات الزور اللي هم الناس اللي بياخدوا فلوس ويروحوا يشهدوا عليها. اوحش نتيجه للكذب ان انت تدي لحد فوق طاقته، ان انت حد جميل وحد كويس وهو ما يستاهلش، لان هو لا جميل ولا كويس ولا طيب ولا حنين ولا في اي حاجه. فانت لو كذبت وقلت له انت كذا وكذا وتقول له ان هو في مميزات الدنيا والاخره، يبقى انت بتضلله، يبقى انت مش هتخليه يصلح من نفسه، يبقى حرام عليك. اللي هو الكذب الابيض من الاخر يعني، وزي اللب الابيض ده حلو قوي. وبعدين لو من غير ملح ده عارفه بيظبط الضغط. الضغط خلاص. خلصوا بوسوا بعدين اقول خلاص. خلص. هي واحده راميه كده ومش كان قمت اترميت على الترابيزه عشان ابو صلاح. نطلع نشوف تقرير علاء ونرجع. استنونا. ايه هديل بقى ليه كده؟ ده نوعه ايه بقى؟ انت سالتي عن اسمه؟ نوع حمام. بجد والله؟ يعني انت في الاصل حمامه. ماذا لو الكذب اتلغى من حياتنا؟ فعش هنبقى هنضيع. هنضيع صح؟ هنخسر ناس كتير في حياتنا. ازاي بقى؟ ازاي؟ هنحاور ازاي؟ يعني هنخسر اهلنا؟ دي مشكلة بقى، يعني هنخسر بعض. لازم نكذب عليك. لازم كل حياتنا كلها. مامي انا النهارده لازم عندي كورس الساعة 6، ميعادنا 6 ونص وانا جيت لك 7. لو اتلغى بقى الكذب انت هتقولي لي اتأخرت ليه؟ ودي وتقوم جاية مطلعة طوبة وانا مش جاية تاني. وتعملي كده ليه؟ خلاص الكذب اتلغى بابا، هيشرب لك غلط. بقينا صراحة. يبقى الموضوع كده. اقول له هات فلوس اجيب لك حاجة انضف يعني. هات فلوس؟ طب ما تجيبي له انت هدية. اللي هات فلوس ممكن الواحد من جواه يكون كويس اصلا، يعني نيته جواه كويسه يعني، فالدنيا مش هتبوظ قوي يعني. تعالي نروح الشغل بقى. المدير بتاعك في الشغل ده لازم كده صح؟ يعني لازم تعيشي معاه كده. لازم تحوير بقى عشان اجازات بقى، الواحد ياخد اجازات ازاي وبتاع. تعبانه النهارده، مع اصل انا امبارح مش عارفه ايه اصلا. تلبسي وشك قفلت. سوري اتاخرت والله، كوبري اكتوبر اتكسر من النص. ايوه انا اصلا صاحيه متاخر. وعينيكي كلها لا مفيش الكلام ده. ولا كمان هيزعل قوي. مش مهم. هيزعل وانا بحبه. مش مهم، احنا بنهزر. قولي له احنا بنهزر. احنا بنهزر. رحتي له الشغل. انا هعترف. بتخش عليه ازاي مثلا هدي لما؟ لو انت جايه متاخر. ايوه الوش ده عارفه. مش عارفه اعمل ايه. طب الاجازه دي اللي بتعمليها ازاي؟ ممكن تعبانه. انت يا اختي امي روحي. احنا ما بندافعش عن الكذب. مش بنقول ان لو الكذب ما بقاش موجود في الدنيا الدنيا هتبوظ، لا، لان في دول كتير متقدمه جدا على المستوى الانساني والثقافي توصلت لفكره انه ما ينفعش تكذب، ومفيش حد يستاهل انك تكذب، ومش معنى انك تكون صريح انك تكون قليل ادب. لان احنا عندنا مشكله جامده جدا جدا، يعني حتى حبينا نوضحها في التوبيك ده، انه وده مش اللي احنا قلناه، مش معناه ان احنا مقتنعين بيه، احنا عشان نوريكوا حاجه. مش معنى انك تكون صريح انك تكون رود او قليل ادب او متطاول في كلامك او جارح للي قدامك. انت ممكن تكون صريح ومهذب جدا وتقول لجواك بشكل لطيف ومقبول للاخر، وتنتقده بشكل مقبول، وتقول انك غلطت برضه بشكل مقبول. ولازم تعرف وتكون مقتنع ان مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش. لو انت عايز طول الوقت تبان قدام كل الناس ان انت ما بتغلطش، يبقى هتبقى انسان كذاب طول الوقت وعلى طول الخط. فانت ممكن تكذب على ناس فتره معينه، لكن مش هتقدر تكذب عليهم طول الوقت. فالبني ادم كل ما بيتقدم وكل ما بيبقى ارقى، كل ما بيعرف ويستوعب انه في فرق كبير قوي ما بين الكذب والصراحه، وما بين الكذب وقله الادب. ونحاول بقدر الامكان، انا مش هقول ان هنمنع الكذب من حياتنا لان دي حاجه مستحيله زي ما بدريه قالت، ما ينفعش. وفي حاجات معينه بنضطر نكذب فيها عشان نحمي نفسنا. طول الوقت بيكذبوا. هو ده بقى طول الوقت وما عندهمش. وبعدين على فكره بتبقي انت بصاله كده وهو بيتكلم، وهو عارف ان انت فاهماه قوي وهو ان هو بيكذب، وانت متاكده ان هو بيكذب، بس انت مضطره تسمعيه وخلاص، وهو مكمل كذبه وخلاص. اوحش نتيجه للكذب، اوحش نتيجه للكذب ان انت تخسر الناس بعضها.
احنا وصلنا لمرحله من الكذب ان احنا بقينا نكذب من غير ما ناخد بالنا. لو احنا بقينا بنكذب، في ناس بتعمل كده فعلا، في ناس بتكذب طول الوقت وفجاه تلاقيها برضه وهي بتقول ممكن تقول لك الحقيقه، لا لانها مش عارفه هي كذبت في ايه وما كذبتش. هو اللي اتعود ما يقولش الحقيقه، اتعود يقول الكذبه، وبيكذب كذب غير مبرر اللي هو يعني يعني احتياطي، اللي هو ايه، انا بكذب مثلا عشان انجي نفسي من موقف، لا انا بكذب بدون سبب، هو لازم حوار في القصه وخلاص. فبليز خليكم واعيين كده وراقبوا نفسكم، عشان البني ادم اللي بيكذب طول الوقت ده لازم يبدا يشوف نفسه ويراقب نفسه ويعالج نفسه، ونحاول ان احنا الكذب ده يكون في اضيق الحدود في حياتنا عشان نحمي نفسنا وندافع عن نفسنا. انا شايفه ان دي الحدود اللي ممكن نستحمل فيها الكذب، والكذب المباح يعني زي ما بيقولوا، اكتر من كده مفيش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب اسود. بعد كده يعني نطلع فاصل ونرجع نكمل مع فقره الضيف. استنى بصوا بقى، احنا جينا لفقرة الضيف. مالك يا بنتي همادي على الكرسي؟ وفقرة الضيف النهارده يا جماعة فيها مز غير طبيعي. يائس ونفسه ينتحر بس هو ما عندوش الشجاعة انه يعمل كده. مش لايق عليك ده، انت جاحد. الستايل ده فظيع قوي، الشعر الابيض ده بيدوخني.